زيارة تكتسي طابعا استراتيجيا بامتياز يقيم خلالها الطرفان الجزائري والروسي عمل اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. نحن متحدون فيما يتعلق بكل الأزمات أنه يجب الالتزام الدقيق بمبادئ القانون الدولي واحترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونحن ممتنون للجزائر لدعمها الثابت للجهود في إطار مجموعة دعم سوريا والتي جرت الموافقة عليها في مجلس الأمن الدولي، وتهدف إلى التخفيف من حدة الوضع الإنساني من خلال وقف العنف واحترام وقف الأعمال العدائية وبدء حوار شامل بين جميع السوريين. زيارة لافروف للجزائر أثارت تكهنات كثيرة، لعل أبرزها المعلومات التي تنقلتها مؤسسات إعلامية عن أن مسؤول الدبلوماسية الروسية يحمل في جعبته خطة جديدة لضرب داعش في ليبيا. ولا أعتقد أن الجزائر كما هو الحال بالنسبة لروسيا أن أحد أبعاد هذه الزيارة هو أن هناك إعاز أو طلب روسي بالتدخل العسكري الجزائري، لا أتصور أن هذا هو الطرح. هناك تنسيق نعم فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لكن لا يعني هذا أن روسيا تعطي أمرا أو تقول الجزائر تدخلي في ليبيا. الجزائر لديها حساباتها، لديها آلياتها التي من خلالها تتعامل مع الملف الليبي، وهي متحضرة لأسوأ الاحتمالات فيما يتعلق بالملف الليبي. وزير الطاقة الجزائري استبق الزيارة وكشف عن طلب جزائري من روسيا يقضي بتجميد إنتاجها النفطي بهدف رفع الأسعار من جديد في السوق العالمية. احنا رحبنا بكل المقترحات وكل المجهودات اللي تمشي في طريق إعادة السوق البترولية توازنها وإعادة ارتفاع في الأسعار، لأن هذه الحالية الأسعار المتدنية الحالية لا تخدم أي بلد، ولو تبقى تستمر ستؤدي حتما إلى انخفاض في العرض على مستوى المتوسط والطويل. زيارة رئيس الدبلوماسية الروسية إلى الجزائر تعكس بحسب مراقبين عزم موسكو على ملاحقة تنظيم داعش في المغرب العربي وفق الاستراتيجية المشتركة لروسيا والجزائر والمرتكزة أساسا على العودة إلى الشرعية الدولية. أسامة عبد النور، عاصمة الجزائرية، الميادين.